السلام عليكم. تصحيح الفرد الثاني، الدورة الثانية، مادة الرياضيات، المستوى الخامس. التمرين الأول، أضع وأنجز ما يلي: 20.4 في 3.4. نضع العملية عموديا ثم نقوم بحسابها: 4 في 4 يساوي 16، اكتب 6 وأحتفظ بواحد. 4 في 0، 0 زائد 1 يساوي 1. 4 في 2 يساوي 8. أضع نقطة. 3 في 4 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 3 في 0، 0 زائد 1 يساوي 1. 3 في 2 يساوي 6. أقوم بالجمع: 6 زائد 0 يساوي 6، 1 زائد 2 يساوي 3، 8 زائد 1 يساوي 9، 0 زائد 6 يساوي 6. ثم أضع الفاصلة، أحسب عدد الفواصل: 1 2. ننتقل للعملية الثانية، نكتبها عموديا: 5 ساعات و45 دقيقة و25 ثانية زائد ساعتان 10 دقائق و15 ثانية. نبدأ بحساب جمع الثواني: 5 زائد 5 10، اكتب 0 واحتفظ بواحد. 2 زائد 1 3 والواحد 4. ننتقل الآن إلى الدقائق: 5 زائد 0 يساوي 5، 4 زائد 1 يساوي 5. ثم ننتقل بعد ذلك إلى جمع الساعات: 5 زائد 2 يساوي 7، إذا نحصل على 7 ساعات 55 دقيقة و40 ثانية. نتحول للعملية الثالثة، عملية الطرح: 2 ساعة و35 دقيقة ناقص 1 ساعة و15 دقيقة. نبدأ أولا بالثواني: 0 ثانية ناقص 0 ثانية يساوي 0. ننتقل إلى الدقائق: 5 ناقص 5 0، 3 ناقص 1 يساوي 2. ننتقل إلى الساعات: 2 ناقص 1 يساوي 1، إذا نحصل على 1 ساعة و21 دقيقة و0 ثانية. التمرين الثاني، أحسب ما يلي: 5 على 7 في 9 على 11. لضرب أعدادين كسريين نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، إذا ستساوي 5 في 9 على 7 في 11 تساوي 45 على 77. ننتقل للعملية الثانية: 4 على 3 مقسومة على 13 على 8، إذا قسمت عدد كسري على عدد كسري آخر يساوي نفس العدد الكسري مضروبة في مقلوب العدد الثاني، إذا سنحصل في هذه العملية على 4 على 3 في 8 على 13 تساوي، نضرب 4 في 8 ثم في المقام 3 في 13. نحصل في الأخير على 32 على 39. التمرين الثالث، نقوم برسم ممثل شكل ABCD بالنسبة لمحور التماثل T. أولا نقوم برسم النقط المماثلة للنقط ABCD، بعد ذلك نقوم بالربط بين هذه النقط للحصول على الشكل المماثل لشكل ABCD بالنسبة لمحور التماثل D. التمرين الرابع، أحول إلى الوحدة المطلوبة: 8 هكتوليتر تساوي 800 لتر. فهذه التحويلات نقوم باستعمال الجداول الخاصة بالتحويل.
5,6 ديسيلتر تساوي 56 سنتيلتر، 45 آر تساوي 4500 سنتي آر، 5 هكتار يساوي 500 ديكامتر مربع. التمرين الخامس، ألف أساين بالمخطط ب لملء الجدول. إذا بالنسبة للقسم الأول، عدد الذكور فيه 14، عدد الإناث 10، والمجموع هو 24. بالنسبة للقسم الثاني، عدد الذكور 10 وعدد الإناث 12، إذا المجموع هو 22. القسم الثالث، عدد الذكور 12 وعدد إناث 12، والمجموع في القسم هو 24. القسم الرابع، في عدد الذكور هو 8 وعدد الإناث 16، والمجموع هو 24. ب، القسم الذي يضم أكبر عدد من الفتيات هو القسم 4، لأنه يضم 16 بنتا. التمرين السادس، تهريج أسطواني الشكل قطر قاعدته 4 متر وارتفاعه 1 متر. لنحسب محيط قاعدته بالمتر. لدينا قاعدته على شكل قرص، إذن المحيط هو بي يساوي بي في دي، مع بي هي 3.14 والدي هو قطر القاعدة الذي هو 4 متر. نقوم بالتعويض العددي، بي يساوي 3.14 في 4 متر يساوي 12.56 متر. إذا محيط قاعدة هذا السهرج هو 12.56 متر. ب، احسب مساحته الجانبية بالمتر المربع. المساحة تساوي المحيط في الارتفاع، S يقال بي في H. نقوم بالتعويض العددي، S مساحة تساوي المحيط الذي هو 12.56 متر في 1 متر يساوي 12.56 متر مربع. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.